السلام عليكم. انا الدري اللي طرا لي المشكل اليوم فهاد بيلباو ديال المهم. الحمد لله على كل حال، وكنشكر القنصل ديال بيلباو هو اللي تكلف بالامر هو اللي وقف في كل شيء، وبالعربية هو اللي خرجنا كما كنقولوا. اما راه كانوا العلم لله داونا انا وامي. انا ماشي مشكل بير امي، انا اللي بقى في الحال ما داير والو، وتا انا ما داير والو، خارج غنسخر لها باغي ناخذ النعناع وشي حاجه. راه اللي كيفهم الصبليونيه راه يدخل يشوف فيديو صبليونيه، راه ما كتكذبش. مشيت قدي داكشي وجبت ليه الورقه ديال بان يلاه مقدي بالدقيقه بالثانيه بكلشي، ما بغاش يشدها من عندي ولا كيعاير فيا. وشو على قلت لي علاش كتعاملني واش انا حيت سطران خيرو صافي. قال واحد كلمه ما فهمتهاش هي فين هود ماشي هود، مشى هز الزرواطه وعطيني صافي. انا تما من طوني دوروني على الحيط، راكم اللي شايف الفيديو راه يدخل يشوفه. وكان بغيت نشكر بزاف القنصل ديال بيلباو حيت بسببه انا مريح دابا في الدار انا وامي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.